القدور وأدوات الطبخ أصبحت شعيرة رمضانية لم تغب عن المناطق المحررة منذ بداية الثورة السورية، حيث تتجدد مشاريع إفطار صائم في رمضان كل عام، والتي تقوم عليها منظمات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية. نحن بإذن الله عز وجل انطلقنا بألف وجبة مطبوخة يوميا للمهجرين، الوجبة تكفي لثلاثة أشخاص. عن إمكانية الطبخ بهذا المطبخ 4000 وجبة يوميا بإذن الله عز وجل. نحن قسم كبير من دعمنا من جمعية سيريا كير ماليزيا، الله يجزيهم الخير. عندنا بعض التحديات عم تواجهنا، هو موضوع الأوبئة اللي صارت في بداية فصل الصيف، وغلاء الأسعار المفاجئ اللي صار بسبب هذا الموضوع. نحن أخذنا احتياطاتنا الكاملة. الإجراءات المتبعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا ألقت بظلها على الشعائر الدينية الرمضانية، فالمساجد ما زالت وستبقى مغلقة خلال شهر رمضان، ما يمنع الأهالي من أداء صلاة التراويح والفجر جماعة. والله إغلاق المساجد مما يصدع الرؤوس وتنفطر له القلوب، لكن أخي الكريم، نحن عندنا قاعدة شرعية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فطالما أن هناك علة وعذر من أجلها شرع الحكم فلا يرتفع هذا الحكم إلا بارتفاع العلة التي من أجلها شرع الحكم وعليه. فطالما أن هناك يعني إصابات لهذا الوباء بالآلاف، ويحصد كل يوم أرواح الآلاف، ومنظمات الصحة العالمية تطلق صرخات ونداءات تحذير من هذا الوباء، فالحكم باق ومستمر إلى زوال العذر التي من أجله شرع الحكم. الإقبال على شراء الحاجيات الرمضانية ليس كما كان، فالأوضاع المالية الصعبة لدى الأهالي ونقص السيولة وارتفاع الأسعار الذي تبع انخفاض قيمة الليرة السورية زاد الحمل على الأهالي، كما أن ارتفاع إيجارات المنازل زاد من مشقات الحياة على المهجرين في الشمال السوري. الإقبال ضعيف جدا، بالفرق بين السنوات الماضية والسنة هاي الحالية. السبب غلاء الأسعار بشكل كبير، تقطع الطرق، ما في مادة، المادة قليلة صارت، يعني صار في غلاء بالأسعار وإقبال ضعيف جدا. لم تمنع الظروف الحالية بعض الأجواء الرمضانية من أن تكون حاضرة في الشوارع والأسواق في الشمال السوري، لكنها قد تكون بطعم مختلف في هذا العام. يقترب رمضان هذا العام مصحوبا بأزمات اقتصادية وصحية تزيد من الأعباء التي يحملها المواطن، في حين يحاول الأهالي استحضار الأجواء الرمضانية قدر الإمكان. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، مدينة الباب.